السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الصغار أطفالي الحبايب. اليوم غادي نحكي لكم حكاية عقلة الأصبع. كان يا مكان كان الله في كل مكان، كان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، رجل حطاب يكسب رزقه القليل من تكسير الحطب، ويعيش هو وزوجته وأبناءه السبعة في كوخ صغير عند صفح جبل من الجبال، تمتد من حواليه غابات كثيفة باسقة الأشجار ملتفة الأوراق والغصون، تتخللها الأنهار والبحيرات. وكان أصغر أبناء هذا الحطاب يبلغ السابعة من عمره، وكان طوله لا يزيد عن طول إبهام الكف، فسموه لذلك عقلة الأصبع. وحزن أبواه على مولده حزنا شديدا حينما رأياه على هذه الحال من ضآوة التكوين وضعف البدن، فلما نما وترعرع بقي نحيف البنية قصير القامة، مع أنه كان يفوق إخوته جميعا في توقد الذهن وذكاء الفؤاد. ولقد قاس رب هذه الأسرة فوق ما يستطيع من الجهد والعناء في توفير القوت لأسرته، وكثيرا ما شك أمره إلى زوجته، فكانت تقول له: إن الله لا ينسى عباده، فإنه يوفر الغذاء حتى للعصافير الصغيرة، وإن بعد العسر يسرا، فلا تيأس يا زوجي العزيز من رحمة الله، فما من ضيق ولا شدة إلا وبعدهما فرج ونعمة. فكان يسمع كلماتها الجميلة مغلوبا على أمره مترقبا فرج الله. وضاقت به الحال ضيقا شديدا، فقال لزوجته ذات مساء: أطعم الأولاد بالقليل الباقي لدينا من الطعام، واجعليهم يأوون إلى فراشهم، وارجعي إلي بعد أن تستوثقي من نومهم فعندما أحدثك به. فنفذت الزوجة أمر زوجها وعادت إليه، فرأته جالسا في مقعده الطويل يفكر مهموما، فبادرها قائلا: تعلمين يا عزيزتي ما نحن عليه من ضنك وفقر، وها هو ذا شساء جديد يقبل علينا بقسوته، وإنه ليعز علينا أن نرى أولادنا يتضورون جوعا ويموتون أمام أعيننا واحدا بعد آخر، وماذا تنوي أن تفعل؟ قررت أن نتخلص منهم، فغدا نأخذهم إلى الغابة ونطلب إليهم أن ينتشروا فيها ويجمعوا عيدان الحطب، ثم نغافلهم ونهرب ونتركهم لمصيرهم المجهول. فارتاعت المرأة من هذا الكلام وهاجت هياجا لبؤة فقدت أشبالها، ولكن كتمت ثورتها وهبت تعنف زوجها وتقول له: هل جننت يا رجل؟ أيطاوعك قلبك أن ترمي بقطع كبدك على قارعة الطريق؟ بل أن ترميه في غابة مخيفة تسرح فيها الذئاب، فلا تلبث حتى تفترسهم؟ قال لها: لأن تأكلهم الذئاب ونحن بعيدون منهم خير من أن يفترسهم الجوع على مرأى منا ومسمع. فسكتت المرأة ولم تجب، وأخذت تدرف الدمع الصخين حزنا على فراقهم، وحاولت أن تثني زوجها عن عزمه فما استطاعت، فاستسلمت في آخر الأمر إلى رغبته. وذهب الزوجان بعد ذلك ينامان، والهم يبرح بهما كل تبريح. ولم يخف هذا الحديث عن عقلة الأصبع ولا فاتته منه كلمة واحدة، فقضى الليل كله سهران يفكر في طريقة
يعود بها هو وإخوته إلى المنزل وينجون من الغابة والذئاب، وما زال يفكر ويطيل التفكير حتى ارتاح إلى حيلة تبلغه مقصده. فما كاد ظلام الليل ينقشع والفجر يشرق بطلعته الوردية من وراء الأفق حتى نهض عقلة الأصبع من فراشه ومشى على رؤوس أصابعه إلى باب الكوخ، ففتحه وخرج متسللا منه إلى ضفة النهر وشرع يلتقط منها مجموعة من الحصى الأبيض، ملأ به كل جيوبه، ثم عاد إلى الكوخ ولم يكن قد استيقظ من أهله أحد. وطلعت الشمس بعد قليل، فهب جميع النوام من رقادهم وارتدوا ملابسهم، ودو صوت الحطاب فيهم وهو يقول: سنذهب جميعا إلى الغابة وأنا وأمكم في طلعتكم، فعليكم أن تبذلوا هناك أقصى الجهد في جميع جمع عيدان الشجر، إنكم ستذهبون إليها لأول مرة، هيا بنا. وسارت الأسرة بأجمعها إلى الغابة، تصعد في التلال وتهبط منها إلى الأودية، وتعبر الجسور المقامة على الأنهار والجداول إلى أن وصلوا إليها. فبدأ الحطاب يحطم بفأسه جذور الأشجار الملقاة على الأرض، وقامت زوجته بتجميع قطع الحطب، وتوغل الأولاد في الغابة نزولا عند أمر أبيهم يجمعون منها العيدان والأغصان، وعقلة الأصبع في مقدمتهم دون أن يخبر إخوته بما تواطأ عليه الوالدان. ثم عاد الإخوة المساكين إلى حيث تركوا أبويهم، فلم يقفوا لهما على أثر، فدب الخوف في قلوبهم فأجهشوا بالبكاء، ورددت الغابة صدى نحيبهم فزادتهم ذعرا ورعبا، ولم يبدو واحد منهم ساكن الجأش إلا عقلة الإصبع، فما اضطرب ولا خاف ولا درف دمعة واحدة، ولكنه وقف خطيبا في إخوته وقال: اطمئنوا بالا يا أشقائي ولا تجزعوا، لقد تركنا أبوانا في هذه الغابة المخيفة ولاد بالفرار، ولكن صبرا، فأنا أعرف طريق الكوخ، فاتبعوني أوصلكم إليه في سرعة وأمان. وكان عقلة الإصبع قد نثر ما كان في جيبه من حصى أبيض على طول الطريق، فبدا له منه خط أبيض يدله على الدرب الذي يجب أن يسلكه، فسلكه ووراءه إخوته، وما زالون يغدون في السير حتى بلغوا منزلهم. فتقدم عقلة الإصبع إلى الباب ونظر من ثقب المفتاح، ثم التفت إلى إخوته وقال لهم: إنهما في المنزل يتحدثان ويأكلان طعاما شهيا. وكان عمدة القرية مدينا للحطاب بمبلغ قليل من المال، فلما رجع الحطاب وزوجته من الغابة واستقر في الكوخ، سعد بزيارة العمدة وقد جاء يوفيهما ما عليه من دين. ولم يكد العمدة يعود أدراجه إلى عمله حتى أرسل الحطاب زوجته إلى السوق، فابتاعت منها قدرا كبيرا من اللحم والبقول والخضر والفاكهة يكفي لأكثر من 10 أشخاص، وهكذا الجوعان فإن عينه تبالغ دائما في مقدار جوعه وشبعه. وعادت إلى الكوخ وصنعت طعاما شهيا، وجلست هي وزوجها يلتهمانه في لذة ونهم، وكانت الزوجة لا تفسأ بين لقمة ولقمة، تتذكر أبناءها وتتحسر على فقدانهم وتقول: ورحمتاه لكم أيها المظلومون المساكين، وحسرتاه عليكم حين يهبط الليل وتهاجمكم الذئاب وتنشب فيكم أظافرها وتنوشكم بنيوبها، ويلي ويلي ماذا فعلت يا رجل لهؤلاء الأبرياء، أيصدق عاقل أننا تركناهم للمصير المشؤوم
للمصير المشؤوم، ونحن وهم قطع من لحمنا ودمنا، وكان كلاهما يقع وكان كلامهما يقع على قلب زوجها وقع السهام الحادة، فتزيده حرقة ولوعة فيكتم حسرته ودمعته. ثم أردفت زوجته تقول: ألم أقل لك لا تيأس من رحمة الله؟ ها هو ذا مبلغ من المال جاءنا على غير انتظار، وفر لنا الرية والشبع، فماذا لو كان أولادنا معنا يأكلون مما نأكل؟ وكادت المرأة تجن من شدة الذهول والفرح حينما رأت باب الكوخ قد فتح ولم يكن مقفلا بالمفتاح، ودخل منه أبناؤها جميعا فتقدمهم عقلة الأصبع وهم يصيحون: نحن هنا يا أمه. فصارعت أمهم إليهم وتبع أبوهم وأوسعاهم عناقا وتقبيلا، وجلس الأولاد إلى المائدة يفتكون بالطعام فتكا ذريعا ويتبادلون النكت وعبارات المزاح، وعاشت الأسرة ناعمة البال تجد ما تأكل حتى فرغ المال من يد الحطاب، ولم يضر عليه عمله ما يقوم بأودي أسرته، فعاد شظف العيش والضنك والعوز يلف أعضاء هذه الأسرة المسكينة. فقرر الحطاب وزوجته على كره منهما ومضض أن يصنع ثانية بأولادهما ما صنعاه بهم في المرة الأولى، وعزم على أن يأخذاهم إلى غابة أبعد وأعمق من الغابة التي كان قد تركاهم فيها من قبل. وعلم عقلة الأصبع بالمؤامرة المدبرة مع ما بذله حطاب من حرص وحضن في الحديث، فآل على نفسه أن يصحو مبكرا في الفجر ويذهب إلى الشاطئ النهر ليجمع منه كمية من الحصى الأبيض ينطرها في الطريق وتكون له الدليل الذي يهدي إلى كوخ أبويه. وكان الحطاب قد وقف على حيلة التي استخدم عقلة الأصبع في الاستهداء إلى الكوخ، ففي الليلة التي قرر فيها أن يتخلص من أولاده في الصباح أقفل باب الكوخ بالمفتاح وانتزعه من القفل ووضعه تحت وسادته حينما أوى إلى فراشه. فلم يغب هذا كله عن عقلة الأصبع، فقضى ليلته يفكر في حلة أخرى تعينه وإخوته على الخلاص والرجوع إلى البيت. وتأهبت الأسرة في الصباح للذهاب إلى الغابة، ولم يكن في المنزل شيء من الطعام يفطرون به سوى أربعة أرغفة من الخبز قسمتها الأم إلى سبع قطع ووزعتها على أولادها. فلمع في ذهن عقلة الأصبع خاطر سره وأرضاه، فلم يأكل كسرة الخبز وإن تظاهر بأكلها ودسها في جيبه، وصمم أن يفتتها سرا وينثر الفتاة في الطريق فيستعيض به عن الحصى. ومشت القافلة إلى الغابة البعيدة، ومثل الحطاب وزوجته الرواية الثانية فغافل أبناءهما ولاد بأديال الفرار. وتجمع الأولاد بعد فترة من الزمن في المكان الذي تركوا فيه أبويهم فلم يجدوهما، فعاودهم الذعر والقلق واستسلموا إلى العويل والنحب، إلا عقلة الأصبع أهدأ من روع إخوته وقال لهم: لا تبكوا ولا تخافوا، فسوف أقودكم إلى كوخنا الحبيب كما قدتكم إليه في المرة السابقة، فهيا اتبعوني. ثم روى لهم ما صنع بكسرة الخبز فاطمأنوا وتبسموا وصفقوا له طويلة. وصار عقلة الأصبع مثلما يسير القائد في مقدمة كتيبته، وصار إخوته وراءه، ولكنه لم يكد يمشي بضعة خطوات حتى توقف وامتقع لونه، وسرت رعدة الخوف في جسمه، ثم ما عتمت أن صارت في أجسام إخوته كلهم حينما
قال لهم إن فتاة الخبز قد اختفى من الطريق، وكانت العصافير قد أكلت ذلك الفتاة، فمحت المعالم التي كان عقلة الأصبع يعتمد عليها. فحار الأطفال في أمرهم وأخذوا يمشون في الغابة على غير هدى، والرعب يملأ قلوبهم. ثم أقبل الليل وساد الظلام، فلاحت لهم الأشجار أشباحا من المردة ستنقض عليهم وتأكلهم، وتوهموا حفيف ورق الشجر أنفاس هؤلاء الأشباح تتردد في الفضاء وتلفح وجوههم. فكان الواحد منهم يمسك بالآخر ويلتمس عنده الشجاعة والأمن والعافية. وخطر لأخيهم الأصغر عقلة الإصبع أن يكشف ما وراء الغابة في ذلك الليل البهيم، ليرى أن أين هم من القرية والمنازل. فتسلق شجرة عالية وهو وصل إلى قمتها، وأدار بصره يمينا وشمالا في تلك الظلمة الحالكة، فلم يقع إلا على سواد فوق سواد، وهم بالنزول. فاسترعى نظره ضوء ضئيل يتراقص عن بعد، يبدو ويختفي ويكاد لا تلمحه العين. فحدد موقع الضوء واتجاهه في ذهنه، ونزل من الشجرة وأهاب بإخوته أن يتبعوه، فأطاعوه وهم يرتجفون من البرد والهلع. فما زالوا يمشون في خط مستقيم بين الأشجار حتى وصلوا إلى طرف من أطراف الغابة، فبدا لهم الضوء أقوى وأوضح في منحدر الغابة تفصلهم عنه هوة سحيقة، فخافوا أن يتابعوا السير. والواقع أن الذي ظنوه هوة عميقة القرار لم يكن إلا واديا تغطيه السحب، ويبدو للرأي في ظلام الليل هوة لا تدرك جوانبها. فقوى عقلة الأصبع قلوبهم وانحدر بهم إلى الوادي، ووصلوا بعد جهد ومشقة وخوف شديد إلى غايتهم، فإذا هم إزاء منزل يتسرب من زجاج إحدى نوافذه ضوء شمعة متقدة فيه. فسري عنهم وعزموا على أن يطلبوا من أصحابه إيواءهم تلك الليلة. فتقدم عقلة الأصبع وطرق الباب، فسمعوا صوت امرأة تصيح بأعلى صوتها: من الطارق؟ وغادي نخلي. فقال عقلة الأصبع في لهجة مؤدبة لا تخلو من التوسل ولا الاستعطاف: أطفال صغار ضلوا طريقهم في الغابة، وجاءوا يلتمسون منك يا سيدتي كرم المأوى حتى الصباح، ويرجون ألا ترفضي طلبهم. ففتحت المرأة الباب وكان محكم الإغلاق، وقعت عينها في ضوء الشمعة الباهت على سبعة أطفال، كل منهم أجمل من أخيه، وإن يكن البرد والذعر قد أكسب وجوههم مسحة صفراء. فرقت لهم ورطت لحالهم حتى كادت تبكي وقالت: ما أسوأ طالعكم يا أولادي، بل ما أفضع مصيركم. إذا أنا آويتكم عندي، إن هذا المنزل الذي تلتمسون فيه الملجأ الأمين إنما هو منزل غول شرير يأكل الأطفال الصغار، ولسوف يحضر بعد قليل، ولن يبقيكم أحياء إذا رآكم. فحار الأطفال في أمرهم، وارتعدت فرائسهم من هذا الخطر الذي تنذرهم به هذه المرأة اللطيفة. فأطرق عقلة الإصبع هنيهة ثم قال: إن الذئاب ستأكلنا يا سيدتي لا محالة إذا نحن لم نجد مأوى يحمينا منها، ولكن إذا سمحت لنا بالدخول فقد يعطف علينا زوجك الغول ويتركنا وشأننا إذا تكرمت وشفعت لنا عنده. لم تقتنع المرأة بهذا الكلام لما كانت تعلمه من شراسة زوجها ونهمه في أكل الأطفال، غير أنها أرادت
غير أنها أرادت تجنبهم خطر الذئاب وأن تقيهم كذلك شر زوجها الغول، فعولت على أن تخبئهم في المنزل حتى الصباح ثم تطلقهم فيه إلى مصيرهم المحتوم. أنخليكم أصدقائي الأعزاء، أحبائي أطفالي الصغار، حتى نكملوا حكايتنا من بعد إن شاء الله. السلام عليكم.